بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم بإذن الله أطيب الوصفات. معنا عندي إن شاء الله وصفة حلوى سهلة وسريعة وبسيطة وبشكل جديد، يعني بدون قالب بدون طابع، أتمنى تعجبكم طريقتها وتجربوها لأنها يعني سهلة كتير وبسيطة ومميزة بشكلها وطعمها، وإن شاء الله بتعجبكم. وخلونا مع المقادير. عندي ان شاء الله هون للوصفة بحتاج كوب من الحليب دافي حوالي 120 ملي. عندي هون 3 معالق كبار يعني من السكر العادي، انتو حسب الحلا ممكن تزودوا. عندي 1 من الفانيلا وباكيت خميرة ومعلقة كبيرة طبعا من الخميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا الحليب دافي انا مدفيه هون، بخلطهم منيح مع بعض. هون عندي بياض بيضة بدي اضيفه على الخليط هون، والصفار اخليه للوجه طبعا حسب الرغبة، ممكن احطوا البيضة كلها والوجه تدهنوه بزبدة باي شيء اختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي من الطحين عندي حطيت اول كاس وتاني كاس، بخلطهم منيح مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي عندي كمان كاسة ثالثة، انا بنزل شوي شوي الطحين حسب ما تتماسك عندي العجينة، يعني بتاخدي 3 كاسات ممكن كسرون نص حسب نوع الطحين اللي عنا. هاي بخلطهم منيح مع بعض، هاي بنزل شوي شوي من الكاسة الثالثة، اخدت انا عندي 3 كاسات ممكن مثل ما قلت اقل شوي، قد بالضبط قد 3 كاسات. هاي بعجنهم منيح مع بعض، هاي لا تتجانس عندي كل المقادير. تكون عندي عجينة طبعا انا بعجنهم باليد حسب انتو، ممكن تعجنوهم بالعجان اختياري كله حسب الرغبة. بسم الله شايفين هيا عجنتهم منيح مع بعض، وبدي احط هلا عندي معلقة طعام من الزبدة او المنقرين، بدي اخلطهم منيح كمان مرة طبعا، بدي اطلعهم واخلطهم على طاولة العمل هون. بسم الله الرحمن الرحيم شايفين بضل اخلطهم اقل شي 5 دقايق طبعا العجينة بترجع بتتفتح عندي، وبضل اعجن فيها لما تلم تاني. هاي شايفين تتفتت تال وبرجع بلمها تاني، يعني بتلم لحالها بس اقل شي 5 دقايق. وانتو ممكن تحطوها بالعجان اذا يعني متوفر او بالايد، انا بحب اعجن بايدي. هاي شايفين بتم اعجنها لما نقلمها تاني مع بعض. هاي بسم الله، هاي لما عندي شايفين كيف اختفت الزبدة منها، وبدي هلا ارجعها عندي على الجهد الصحن. هاي شايفين وبرجع بلمها كمان مرة لتصير عندي أنعم من قبل. وبدي طبعا هلأ أنا أريحها أسيبها شي نص ساعة لتخمر وترتاح. هاي شايفين هي نسبتها حوالي شي نص ساعة تحت عندي العجينة، ورشيت شوية طحين هلأ، وبدي أرجع نشوف كيف بدنا نشكلها مع بعض. بسم الله، هاي بقطعها طبات أنا صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بفرد شوية طحين الأفضل، هي العجينة ما بتلزق بس الأفضل لما نشتغل نرش شوية طحين. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شايفين بقطعهم كلهم قد الطبات وبريحهم بس شي 5 دقايق، وباجي هلا هون بفرد طحين وبدي أمد العجينة تاني. بسم الله شايفين بمدها وبفردها بشكل دائري، يعني العجينة طرية بكل سهولة بتتشكل معنا، بس مثل ما قلت أهم شي نحط شوية طحين عنا. بسم الله، هلا بنبلش نشكل فيها بالطريقة اللي أنا قلت عنها، طريقة يعني بدون قالب بدون طابع كتير سهلة ومميزة. بسم الله، نفردها منيح منيح. وبدي أنا هلا عندي أنا قطعت البيتزا ممكن سكين أي شي متوفر، هاي من النص 4 أرباع. وبرجع كمان مرة لتصير عندي 8 قطع شايفين. هاي هلا بجيب كل قطعة لحالها بطبقها على اختها لما يصيروا عندي فوق بعض، كل قطعة فوق التانية انا بديهم يكونوا كلهم فوق بعض. طبعا اذا كانت قطعة اصغر قطعة اكبر بتساويهم مع بعض، وبنحط الصغير الصغيرة فوق والكبيرة تحت. هاي شايفين بنرصهم مثل المثلت كلهم فوق بعض. هاي شايفين بسم الله الرحمن الرحيم بهيك شكل. وعندي هلا هون بدي اجيب عندي
اي معلقه خشب، عود خشب عندكم بالبيت انتوا بتتحكموا فيه، بضغطهم من النص، نص المثلث، بتصير عندي، شايفين كيف هاي بتصير عندي شكل واحد، بلفها من فوق لتحت شكل حلزوني، وانا لففها باصبعي بغرزها من فوق لتحت، بتصير عندي تشكيل مثل الوردة، شايفين كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بتصير عندي بهيك شكل. هاي ارجع اعمل كمان واحدة، ارش شوية طحين، بسم الله الرحمن الرحيم، وامد العجينة، هاي نفس الشي امدها بشكل دائري، بسم الله، وبرضو نفس الشي بقطعها بالقطاعة اللي عندي او سكينة المتوفر، بسم الله، نفس الشي بقطعها من النص على 4 ارباع، وبرجع نفس الشي بقصها 8 قطع، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين هاي من النص 4 بتتشكل، برجع بقصها كمان مرة لما تصير عندي 8 قطع، هاي بسم الله، وبرجع برص القطعة الكبيرة تحت، برصهم فوق بعض، والصغار بخليهم لفوق، انتو حسب بتسوون مع بعض بتشوفوا كيف، يعني بنحب نسويهم مع بعض القطع بيكونوا نفس المستوى والحجم، هاي شايفين الكبيرة بخليها تحت، بحاول ارصهم على قد بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي بسويهم، وبرجع نفس الشي بحط الخشبة بالنص، بنص المثلث، بتصير عندي بشكل هيك، برجع بمدها من فوق بإيدي، الطرف من فوق ومن تحت برضو بنزلها وبلفها عندي بشكل حلزوني، بلفها بلفها ومن فوق بنزل بالإصبع عليها، بتصير عندي عجينة مشكلة مثل الوردة، هاي شايفين هاي شكلها بسيط كتير كتير، نعمل آخر واحدة هون معنا كمان واحدة، بسم الله، يعني ما بدي أطول الفيديو منتو، بس أعيد الشكل كمان مرة، بسم الله، بهيك طريقة بنمدها وبقطعها نفس الشي، هاي 4 قطع، وبرجع نفس الشي بعيد عليها ليصيروا عندي 8 قطع، انتو بتحكموا بالعجينة، اذا بتحبوا القطعة تكون اكبر من هيك بتقطعوها من قبل تكون قطعة اكبر، فبتصير عندي شكل الوردة اكبر من هيك، يعني كله اختياري، هذا بيرجع لإلكم، بسم الله، هاي شايفين حطيتهم على بعض القطع، ونفس الشي برجع بشكلهم بالخشب اللي عنا، اي شي متوفر بتضغطوهم وبتصير عندي بشكل الوردة اللي قلت عنها أنا، بسم الله، هاي شايفين، بسم الله، همشي نضغطها منيح ليتماسكوا كل القطع مع بعض، وبنلفها لفة تنتين تلاتة، يعني قد ما تلفوا عساس تتشكل عندي، وأضغطها، شايفين، تصير عندي بهيك شكل، هاي، بسم الله، هلا بدي أحطهم أنا هون، أرصهم بصينية، وأريحهم أقل شي بس 10 دقايق. طبعا ال10 دقايق هاد في هذا الوقت انا بكون حميت الفرن على 170 درجة، بسم الله الرحمن الرحيم، هي ريحتهم 10 دقايق، شايفين ضعف حجمهم، حجمهم شوي، فهي الفتحات هاي انا عندي شوكولاتة يعني موجودة او نوتيلا اي شي موجود او مربى، ممكن انتو اختياري تحطوا اي شي بقلبهم، انا بدي احط عندي شوكولاتة كانت عندي فبدي احطها بالفتحات هاي، هاي بسم الله الرحمن الرحيم، هاي بدي احط بقلب الفتحات، انتو اي شي متوفر بالبيت بتحطوه، نوتيلا مربى اي شي لإلكن متوفر بتحطوه، بسم الله، بدي احط في قلب الفتحات، ومثل ما قلت حميت الفرن على 170 درجة، وبدي هلا بعد ما اخلص ادهن الوش بصفار البيضة اللي عندي اللي انا رفعته، حطيت معاه معلقة من الحليب، وبدي ادهن الوجه، هاي شايفين مثل ما قلت انتم ممكن تحطوا البيضه كلها وتدهنوا الوش بزبده، كله اختياري، هذا بيرجع لإلكن، هاي بدي ادهن الوجه، بسم الله، هاي بالصفار البيضه والحليب اللي عندنا، معلقه يعني معلقه صغيره انا حطيت حليب، بسم الله، هاي وبدي احطهم هلا عندي بالفرن، طبعا بياخذوا الفرن معي من 15 ل 20 دقيقه على فرن محمى قبل 10 دقايق او ربع ساعة، بياخدوا بالضبط هيك وقت، طبعا كل واحد حسب الفرن اللي عنده، بسم الله، شايفين بدي احطهم هلا ونشوف كيف، هياتهم طلعوا عندي اخدوا هيك شكل، شايفين كيف محمرين وعاطيني هالشكل الحلو، اخدوا بالضبط معي انا بالضبط حوالي 20 دقيقة حسب الفرن من 15 ل 20،
هاي بدي ارشهم هلا. انا عندي هون بالسكر المطحون طبعا اختياري، ممكن ترشوا عليهم بس مربى او جوز هند، كله حسب الرغبة. انا بدي ارش عليهم سكر مطحون وهيك شكل هون عندي اقدم هون، ونشوف شكل هون النهائي. بسم الله، هاي جات التقديم، هاي شكلهم النهائي. ان شاء الله بتعجبكم كتير، طريقتهم حلوة ومميزة وخفيفة كتير مثل القطن، هشة وخفيفة شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شكلهم مميز. نفتح واحدة شايفين كيف شكلها، خفيفة خفيفة كتير مثل القطن، وسهلة وبسيطة، وان شاء الله بتعجبكم. وما تنسوني اذا عجبكم الفيديو من اللايك والشير، وبنلاقيكم بأمان الله.